عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، واليوم الذي ماتت فيه فاطمة عليها السلام، واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه السلام، واليوم الذي قتل فيه الحسن عليه السلام بالسم؟ فقال عليه السلام: إن يوم قتل الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام. قال: ولما يا ابن رسول الله؟ قال الإمام عليه السلام: وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فكان فيهم للناس عزاء وسلوى. فلما مضت فاطمة عليها السلام كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام للناس عزاء وسلوى. فلما مضى منهم أمير المؤمنين كان الناس في الحسن والحسين عليهما السلام عزاء وسلوى. فلما مضى الحسن عليه السلام كان للناس في الحسين عزاء وسلوى. فلما قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوى، فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة. السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وأيده بنصرك يا رب العالمين. سلام من الله عليكم إخوتي وأخواتي جميع من هو متواجد معنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة الشريفة المباركة، ومن على شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام. أحييكم أطيب تحية من أرض الفداء، من أرض الشهادة والعطاء، من أرض سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى من حوت هذه الأرض من سيد الماء والإباء أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه عليهما وما بينهما، سيدتي ومولاتي العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. فلكل مكان في هذه الأرض قدم لها وأثر لمن آثارها الشريفة صلوات الله وسلامه عليها. إخوتي وأحبتي، اليوم أيضا بشكل مختصر ومقتضب أحاول أن اليوم أتحدث عن موضوع لعله من المواضيع التي تثار دائما وفق سؤال: لماذا نقيم العزاء على سيد الشهداء؟
هذا السؤال الذي دائما يتكرر ودائما يتردد، أليس سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام وغيره من الشهداء هم في جنات النعيم؟ إذن لماذا نقيم العزاء عليهم؟ لماذا نبكي عليهم؟ لماذا نلطم الصدور عليهم إذا كانوا هم في جنات النعيم؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة يثار دائما في يعني قبل أيام محرم، ولكن الحالة ازدادت بشكل كبير من خلال طرح هذا السؤال حتى في الأيام العادية، بحيث أنها شملت حتى قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا عندما يقيمون أتباع أهل البيت عليهم صلوات الله وسلامه مواكب العزاء أو مجالس العزاء على سيدتهم ولاتي فاطمة، يبدأ الحديث وتتبادر الألسن والأقلام من باب وحتى صفحة الفيسبوك، وكأن القضية هي بدعة نبتدعها من أجل شيء ما. مع فتح قوسين أو قوس واحد وإغلاقه، هناك من يحاول تشويه الصورة، ولكن هذا لا يمس أصل القضية الذي نتحدث عنها أو التي نتحدث عنها، وهي قضية العزاء بشكل عام. إذا أردنا أن نأتي إلى أصل العزاء بشكل عام، نعتبر العزاء من الممارسات الطبيعية والممارسات العبادية التي نحن نقوم بها من أجل إحياء أمر من الأمور، لا نأتي من قضية إحياء الشعائر. وكلما نتحدث حول هذا الأمر يقولون نعم ندري بها القضية على أنه إحياء الشعائر، وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القضية ليست بهذا الشكل الذي يطرح. نحن عندما نأتي إلى قضية العزاء بشكل عام، نجد أنفسنا أمام فقد كبير فقدناه لهذه الأمة. الفقد الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الإنسان الذي حول المجتمع الجاهلي يعني إلى مجتمع متحضر، وأخرجه من حدود البهيمية، حدود الحيوانية، إلى حدود الإنسانية. وهذا الانتقال من البهيمية إلى الإنسانية يحتاج إلى جهد كبير، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قام بهذه الجهود لم تكن مجرد جهود طبيعية يقوم بها أي شخص من الأشخاص، لا، أن يحول شخص، الآن إذا أردنا أن ندخل إلى مجتمعاتنا ونحول شخص من فكر إلى فكر آخر، على سبيل الفرض مثلا أننا نقول له من أن يابا أن هذا الخط الذي تنتمي إليه هو خط غير صحيح، بمجرد قولنا لهذا الشخص من أن هذا الشيء غير صحيح قد يكون هو مشروع للقتل، يعني أنك نعيت نفسك وأعطيت إشارة إلى الآخر من أنكم اقتلوني لأنني خالفت الآخر. فكيف إذا كان مجتمعا جاهليا حوله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مجتمع إنساني، كل العادات والتقاليد التي كانت في الجاهلية انتهت تماما بفضل رسول الله. هذا الفقد وهذا الغياب الذي هو غياب نشعر به ليس في ذلك الزمن فقط، نحن لسنا أبناء الأمس، نحن أبناء اليوم، ولكن هذه المنظومة الأخلاقية، المنظومة التربوية الاجتماعية التي قام بتأسيسها رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نفتقدها، فلهذا نشعر بحالة حزن، نشعر بحالة عاطفة، هناك عاطفة جياشة بغريزة العاطفة، نشعر أن هذا الفقد يؤثر علينا. كما أننا لو أتينا إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لوجدنا أن هناك دائما إرشادات من أهل البيت وأحاديث من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أنكم إذا أصابتكم مصيبة معينة، أنا لدي مجموعة من الأحاديث ولكن الوقت ليس في صالحي، لهذا سأقول هكذا، من أنكم لو أصبتم بمصيبة ما فتذكروا مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله. مصيبة رسول الله في أصل الفقد، في أننا فقدنا عمودا من الأعمدة التي لا يمكن أن تأتي بحيث تأتي بديلا لها، بحيث أننا نبني مجتمعات على هذا الأساس. أصل العزاء وإقامة العزاء إنما تذكرة وتذكير بهذا الفقد وبهذا الشيء. هذا بشكل مختصر، طبعا الكلام كثير. نأتي إلى أصل المسألة، نأتي إلى مسألة إقامة العزاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. المشكلة
يعني المشكلة الحقيقية فعلا من أننا نشعر من أن هذا الأمر عندما يكون الآخر يعطي إشارة واضحة من أن إقامة العزاء على سيد الشهداء إنما هو اعتراض على رب العالمين. هكذا يعني المشكلة هواي يصورون الأمر هكذا. والمشكلة الأكبر أن هناك الكثير من الجهال الموجودين يحاولون أن يثيرون هذه القضية من أنه هو اعتراض على رب العالمين. رجل استشهد ونال الجنة، وأنتم تقولون أيها الرافضة أو أيها الشيعة بشكل عام، أنتم تقولون أنه ذهب إلى الجنة، فلماذا هذا البكاء ولماذا هذا الجزع وهذا اعتراض على قضاء الله وقدره؟ أولا، قضية العزاء بشكل عام عندما نقيمه على سيد الشهداء وذلك إشارة إلى أن هذا العزاء الذي يقام على سيد الشهداء هو ليس أهم من عزائنا على رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد دعونا دائما من أننا نحافظ على مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وإحيائها. يمكن واحد يقول يا أبو آيات أنت دا تتكلم حول هذا الموضوع، ما احنا دا نشوف الناس تهتم إلى عزاء سيد الشهداء أكثر ما تهتم لمن؟ تهتم إلى رسول الله وباقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم صحيح، هذا الشيء صحيح، ولكن هناك أسباب، هذه الأسباب تأخذنا إلى معرفة حقيقية من أنه أولا من أنه قضية سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام والعطاء الذي جسده في كربلاء إنما يعطينا إشارة ودلالة من أن جميع القيم والمثل التي أقامها سيد الشهداء والتي أحياها باستشهاد صلوات الله وسلامه عليه إنما هي امتداد لمن؟ امتداد إلى المنظومة الإلهية التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا عندما نأتي إلى سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام ونقيم العزاء عليه، من الذي قال من أننا نعترض على قضاء الله وقدره؟ أي واحد يقول هذا الكلام إذا كان هناك عالم أو خطيب أو متحدث عندما يقول هذا الكلام فإنه إنسان جاهل مهما كان مركز العلمي. نحن لا نتحدث بهذه الطريقة ولا نؤمن بهذه الطريقة من أنه قضاء، عفوا، من أنه اعتراض. لا، القضية ليست كذلك. نحن عندما نأتي إلى أصل القضية نقول فعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه من أعظم المصائب. إشارة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن القضية الأساسية واقعا التي نتحدث عنها في أن قضية الإصلاح التي سار بها سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام إنما أعطت إشارة واضحة إلى الأهداف التي حملها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكادت أن تختفي من المجتمعات وكادت أن تنتهي الرسالة لولا أن الثورة الإصلاحية التي قام بها سيدي ومولاي أبي عبد الله سلام الله عليه، هذه الثورة التي جعلت المسار الذي انحرف بواسطة من حمل، لا أقول حمل لأن قضية الحمل كبيرة جدا على هؤلاء، ممن أخذ وسار برسالة رسول الله إلى مستوى الانحراف، أراد سيد الشهداء سلام الله عليه أن يثبت هذه الحقيقة وجعلها ضمن هذا الواقع. لهذا عندما نشعر أن هذا الرجل بهذه المعطيات التي جسدها حقيق علينا نحن كأناس نملك عاطفة ونملك أحاسيس، نشعر أن هذا الفقد كان كبير، فقد سيد الشهداء كان كبير. هذا أولا. الشيء الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله لو أننا أتينا إلى التاريخ لوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نعى سيد الشهداء قبل استشهاده، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم المصيبة. يعني تخيلوا أنه قبل استشهاد سيد الشهداء سلام الله عليه، هذا طبعا قبل قضية حتى أنه قبلها كانت في قضية ولادة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى دخلت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ووجدت رسول الله يبكي فقالت ما يبكيك يا أبا،
قال أن ولدك هذا ستقتله أمتي إلى آخره، من هذه الأحاديث المستفيضة التي تؤكد على اعتداء الأمة على صبت رسول الله صلى الله عليه وآله. وبكاه النبي قبل استشهاده. هذا أيضا يدل على شيء، إذا دل على شيء فإنما يدل بصورة واضحة ويقينية على أن هذه العاطفة لم تكن حكرا علينا. أنا عندما أبكي على الحسين، على قولتنا أبكي على سيد الشهداء، قد سبقني رسول الله، قد سبقني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإما أن يكون فعل الأئمة غير مرجح، وهذا مستبعد، لأننا نقرأ في الروايات من أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا دائما يبكون الإمام الحسين، يبكون. هل هناك اعتراض منهم على رسول على أمر الله؟ لا، بالتأكيد هذا الأمر غير معقول، فهم سادة الخلق، من أراد الله بدأ بكم. هكذا تقول لنا الزيارة الجامعة لإمامنا الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، من أراد الله بدأ بكم، من أراد الوصول إلى الله بدأ بكم أهل البيت. الشيء الآخر المهم إخواني أخواتي، يعني النص الذي قرأته في البداية، هذا النص جدا رائع، روعته تكمن في هذا المجال. ماذا؟ تكمن في أن هذا النص جاء عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وإمامنا الصادق يتحدث عن أنه هناك عزاء، هناك عفوا، هناك سلوى في قضية وجود رسول الله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكانوا من خلال هذا الوضع، ذهب رسول الله بقي أمير، بقيت فاطمة عليه السلام، ذهبت فاطمة بقي أمير المؤمنين عليه السلام، الأمة يعني تستنير بوجودهم، عزاء وسلوى كما يقال، هذول موجودين بالنتيجة. رسول الله راح، سيدة مولاتي فاطمة موجودة، سيدة مولاتي استشهدت، أمير المؤمنين موجود، حتى وصل إلى الحسين. فلما استشهد سيد الشهداء أصبح فراغ جدا كبير، وهذا ليس له علاقة بوجود أئمتنا الباقين عليهم أفضل الصلاة والسلام، من إمامنا زين العابدين إلى إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. القضية نحن نتحدث عن أصحاب الكساء، أصحاب الكساء الدائرة التي سلطت الأضواء عليها من قبل الباري سبحانه وتعالى. الأمر الأخير الذي أحاول أن أطرحه في هذا المجال، من أننا لو استرجعنا حادثة كربلاء، واقعة كربلاء، نسترجع ضمن الحياة الطبيعية للأفراد، نجد أن هذا الرجل الذي هو سيدي ومولاي أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بكل ما حمله من مناهج، وبكل ما حمله من رسالة، وبكل ما حمله من أهداف إصلاحية أراد إصلاح المجتمع، هل كان يستحق أن يقتل بهذه القتلة؟ هل كان الحسين يستحق أن يقتل بهذه الدراماتيكية التي حصلت في كربلاء؟ أن يقتل ويقتل أبناءه ويقتل أصحابه، ولم يكتفى بهذا، بل سبيت عائلته وساروا بهم من بلد إلى بلد كما تقول الروايات. هل كان الحسين يستحق هذا القتل؟ لم يكن يستحق هذا القتل، حتى لو كان، حتى على فرض على أنها معركة قد حصلت بين طرفين حق وباطل، لا يستحق هذا القتل. من هو الحسين؟ الحسين من يكون؟ ليس لأننا ننتمي إلى سيد الشهداء، سيد الشهداء معروف عند العالم، عند الكتب المسيحية والكتب اليهودية. وأنا قلت وكررت هذا الأمر، أن هناك لقاء حصل لي مع أحد القساوسة في باريس، ولعله الإخوة في قناة كربلاء يذكرون، بحيث أنه جاء من فرنسا، قلت له موجود في إنجيل متى هذا النص، وإن للرب ذبيح على شاطئ الفرات، الرب إشارة إلى السيد المسيح باعتبار أنهم يعتقدون بهذه العقيدة، وإن للرب ذبيح على شاطئ الفرات. من كان على شاطئ الفرات ذبيح على طول التاريخ؟ من ذبح على شاطئ، لم يقل وللرب قتيل على شاطئ الفرات، حتى في العبارة أنا أركز، لم يقل النص في إنجيل متى على ما أعتقد في يعني في الإصحاح 25 أو كذا، كيف ما كان، لم تكن هذه العبارة وللرب قتيل على شاطئ الفرات، لا، وللرب ذبيح على شاطئ الفرات.
هل كان السيد الشهداء بهذه بهذا الحجم من تغيير الأمة بحيث أنه يقتل بهذه القتلة؟ لهذا نحن عندما نقيم العزاء على سيدي ومولاي أبي عبد الله سلام الله عليه ليس هناك اعتراض. نعم نحن نعلم على أنه في جنات الخلد، ولكن لكي نذكر للأجيال ولكي لا تنسى الأجيال أن هناك مصيبة كبيرة حصلت وواقعة كبيرة حصلت في يوم ما وفي جزء ومقطع تاريخي كان عنوانه الإصلاح، وفي مكان آخر كان هناك الفساد يتحرك، كان هناك الطاغية يتحرك، كان هناك مجموعة ومنظومة فاسدة تتحرك من أجل قتل الدين، ولكن هذا الرجل بكل ما ملكه من روح وعائلة وإلى آخره أعطاها قربان إلى الله سبحانه وتعالى. ألا يحق لنا أن نفتخر بهكذا إنسان؟ نعم، نحن الآن نحتاج إلى رؤية واضحة، رؤية واضحة. نحتاج إلى أن سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام عندما نأتي إلى الحالة، وأنا أشكر الأستاذ حسين وكل الإخوة المتواجدين من أجل إعطاء وقت معين لأنه الموضوع مهم جدا، وخصوصا الهجمات التي دائما يعني يكون هجوم على قضية الشعائر وقضية إقامة المجالس. أهو والله تعبتونا، والله ملينا، مجالس مجالس. القضية ليست كذلك. إذا كان الإنسان يشعر من أنه أصل إقامة المجلس من أجل إشغال الناس فهذا أمر ثاني. أنا لا أتحدث هنا عن الخطباء، كل خطيب يعرف ماذا؟ يعرف واجبه. ولهذا نحن عندما نأتي إلى العزاء الحسيني، العزاء الحسيني مكون من أي شيء؟ العزاء الحسيني عادة مكون من جزئين، الجزء الأول الوعظ والإرشاد لقضية الحسين عليه السلام، وجهين هويتين، الهوية الأولى العبرة والهوية الثانية العبرة، كلاهما مكمل إلى الآخر. الهوية الشخصية فيها وجهين، الوجه الأول والوجه الثاني. سيد الشهداء سلام الله عليه وثورة سيد الشهداء لها وجهان، وجه العبرة ووجه العبرة. العبرة تقع على الجزء الأول الذي هو الخطيب الحسيني أو المتحدث أو المفكر كيفما كان، إما أن يتحدث الخطيب وفق منهجية معينة يشعر الآخرين بأهمية أهداف سيد الشهداء والعظمة التي وصل إليها الحسين عليه السلام، والعظمة لله طبعا، العظمة التي وصل إليها سيد الشهداء بحيث أن هذا الإنسان ترك كل شيء وأعطاه، خذ حتى ترضى. أي إنسان من الممكن أن يرى هذه المقتلة العظيمة ويشاهد أهله وأبناءه ثم يقول له خذ حتى ترضى؟ إلى أي مستوى وصل سيد الشهداء عليه السلام بحيث أنه يقول خذ حتى ترضى؟ الفكرة هنا، الفكرة من أننا عندما نأتي إلى الحسين عليه السلام ونقيم العزاء عليه إنما نريد أن نذكر الأجيال هذه العبرة. الخطيب الحسين الواجب عليه أن يطرح القضية بشكل حضاري وبشكل يوصل الفكرة الأساسية لأهداف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الجزء الثاني المهم من أننا نقيم العزاء استذكارا وتذكيرا للأجيال، استذكارا لما كل ما نحمله من ألم على هذا الفقد العظيم، فقد سيدي ومولاي أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما أننا الآن نفتقد إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. أليس نحن نشعر دائما أن هناك فقدان لسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه؟ لا نكتفي فقط باللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، لا، القضية ليست كذلك. القضية الأساسية من أننا نشعر أن هناك شيء مكمل لنا فقدناه. نحن نشعر بوجود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يجعلنا أمام دائرة ضيقة نقول فيها من أننا معك يا سيدي يا مولاي يا أبا صالح. نفس القضية مع سيد الشهداء، نقيم العزاء ونلطم الصدور يعني إيذانا منا لأنفسنا وأرواحنا من أننا لا يمكن أن ننسى ذلك اليوم. نحن هذا يعني هذا الكلام إنه. أما تذكرة الأجيال، هذه الأجيال التي تستنير بنور الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعله الكثير من الناس حتى من باقي الأديان
يعني فوجئوا من أنه لماذا يقام العزاء على هذا الرجل بالتحديد، على سيدي ومولاي أبي عبد الله، ليش على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أصبح الناس يسألون من هو هذا الحسين؟ فقط هذه كافية، كافية من أهمية إقامة العزاء على سيدي ومولاي أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الأمر وغيره من الأمور نحن دائما نرفع الراية ونقول لكل العالم من أن عزاء المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن ينسى، وعزاء المولى عليه أفضل الصلاة والسلام مستمر وباق إلى يوم القيامة، لأننا ليس هناك اعتراض على قضاء الله وقدره، ونحن نعلم أن سيد الشهداء وأهل بيته في جنات القلد، ولكن لكي نعطي للأجيال درسا ونعطي للأجيال تذكرة للمرور إلى ما يريده رسول الله صلى الله عليه وآله. إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا أو لا تبرد أبدا. هذه الحرارة كيف يمكن أن تترجم؟ تترجم بفعلين، الفعل الأول من أنني أحافظ على مبادئ سيد الشهداء ومنهجية سيد الشهداء والقضايا التي أثارها الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ودفع دمه ودم أولاده وعائلته ثمنا لهذا الأمر. الشيء الثاني من أنني أفتقد الحسين عليه السلام، فهذا الافتقاد يولد عندي حرارة، والحرارة إذا كنت أنا لا أشعر بالحسين فأنا أكيد بعيد عن قول رسول الله إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. السلام عليك يا أبا عبد الله.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت وقصدنا حرمك وأتيت وأتينا إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، عذرا إذا انقطع الكلام، فالروح يقتلها الحنين وأنا المقيد بالهوى،
والحب قيد لا يلين. هيهات أنسى كربلاء يا حسين، هيهات أنسى كربلاء وأنا بذكراها سجين. سأظل أذكر كربلاء يا حسين، سأظل أذكر كربلاء وأظل أهتف يا حسين. سأظل أذكر كربلاء وأظل أهتف يا حسين. لبيك داعي الله، لبيك يا شهيد، لبيك يا مظلوم، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، يا حسين.